لكن انا عارف ان اقرب واحد ليك هو رامي صبري. رامي مزبوط. صبري انت عارف ان هو يعني انا طبعا زميلته في الملاعب لما كنت بلعب كوره، وهو كمان الاهلاويه بيحبوه جدا، وانت عارف كده كويس قوي ان علاقته بجمهور النادي الاهلي، وان هو كان حلمه كان عايز يحقق حلم في يوم من الايام ان هو يكون لاعب النادي الاهلي، لكن النصيب والقدر لسه ربنا ما اردش. فرامي صبري عايز يعني سريعا كده تقول لي يعني عنه كلمتين، وتقول لي بقى دوره في مشوارك وانت في انبي كان عامل ازاي. بص، رامي شخصيه محترمه جدا، اخويا الكبير بصراحه، يعني انا بحبه جدا، وهو يعني كان بيتكلم كانه هو لاجئ النادي الاهلي. صح. كان بيتخانق، يكلم الكابتن عبد الناصر، الكابتن استاذ زكريا، يكلم الكابتن علي قبل ما يجي ان هو لا مشوه، حمد لازم يمشي، كانه كان هو اللي جاي النادي الاهلي بجد يعني. صح. فانا بصراحه من الناس اللي انا بحبها جدا، وهو شخصيه محترمه جدا ومن بيت محترم، وبتمنى له التوفيق وربنا يكرمه في خطوته الجايه ان شاء الله. طيب ده كلامك عن رامي صبري، تعال نشوف رامي صبري بعت لحمدي فتحي بيقول له ايه، ونرجع نكمل معاكم. طبعا حمدي فتحي ده اخويا وحبيبي، اخويا الصغير طبعا. حمدي على المستوى الشخصي انا بحبه جدا جدا طبعا. حمدي بالنسبه لنا يعني لعيب كان مهم جدا جدا في انبي طبعا، افتقدناه طبعا السنه اللي فاتت. حمدي لعيب مهم في اي فرقه يروحها. حمدي كانت يعني امنيه حياته فعلا فعلا. انا اقرب واحد لحمدي كنت في الفرقه والفتره بتاعت مفاوضات النادي الاهلي، كانت أمنية حياته فعلا ان هو يروح بس يدخل النادي الاهلي، فده ربنا حقق له حلمه، عشان هو طيب جدا، مخلص جدا للمكان اللي بيبقى فيه، ولعيب جامد جدا طبعا على يعني على مستوى كلاعب كره قدم. لا، حمدي من اللعيبه المهمه جدا، من اهم اللعيبه في مصر حاليا في المكان اللي هو بيلعب فيه طبعا، ومن اهم لعيبه النادي الاهلي حاليا طبعا، فارق طبعا مع النادي الاهلي. انا كواحد من الناس فعلا ان انا كان نفسي حمدي فتحي يروح النادي الاهلي طبعا طبعا يعني. في البيت عنده طبعا اهله باباه ومامته اكيد كان نفسهم ان حمدي يلعب في النادي الاهلي طبعا، ده حلم طبعا بالنسبه لاي حد اكيد. فربنا حقق له الامنيه اللي هو بيتمناها دي، عشان هو طيب، طيب جدا من جواه. حمدي يبان ان هو هادي طبعا، هو هادي جدا بره الملعب، بس حمدي في الملعب غلاوي جدا جدا جدا، دي حاجه في لعيب الكوره مهمه قوي. بيغير على الفنيله اللي هو لابسها، على التيشيرت اللي هو لابسه بيغير عليه طبعا. بعدين لما تبقى لابس التيشيرت النادي الاهلي دي حاجه كبيره اكيد، فهو عارف مسؤوليتها. حمدي اثبت طبعا للناس كلها في مصر وجمهور النادي الاهلي بصفه خاصه ان هو فعلا لعيب جامد، لعيب جامد جدا جدا، ربنا يكرمه ان شاء الله. وانا واحد من الناس فعلا في انبي مفتقد حمدي طبعا، بس هو اكيد في مكان هو بيتمناه. حمدي ما شاء الله بيلعب رجلي الاثنين كويس قوي، لعيب كوره، بيعرف يطلع من هجمه من تحت لقدام هجمه صح، بيعرف ينقل الكوره من نص ملعب النادي الاهلي الدفاعي لنص ملعب الهجومي بصوره كويسه جدا طبعا. بيلعب دماغه كويس، بيقطع كويس جدا، بيسلم كويس جدا، بيزيد، بيجيب جوان، دي حاجه يعني اكيد في مصر قليل جدا اللي بيعمل الكلام ده. حمدي متربي يعني لعيب كوره محترم، مامته وباباه مربينه طبعا كويس جدا، اكيد دي حاجه تحسب لهم ان هو طالع من بيت كويس محترم، عارف الصح من الغلط، دي بتفرق طبعا مع لعيب الكوره دلوقتي طبعا، اكيد الحاجات دي كلها بتفرق. ربنا يكرمه ان شاء الله. حمدي يستاهل كل خير بصراحه. حمدي اكيد اثر طبعا عندنا في انبي جامد جدا طبعا، بس اكيد الناس اللي بتحب حمدي بتتمنى له خير، فانا واحد من الناس بحب حمدي جدا، فبتمنى له خير، بتمنى له هو كل ما يتعب ربنا يديله اكتر واكتر، هو يستاهل بصراحه. وان شاء الله ربنا يكرمه باذن الله مع النادي الاهلي طبعا في مزيد من البطولات طبعا. اكيد اللي بيعدي من قدام النادي الاهلي بياخد بطوله زي ما الناس بتقول فعلا. فحمدي لا بتعب وعرق، بيموت نفسه في الملعب، بيخلص للنادي الاهلي طبعا، فربنا يكرمه ان شاء الله باذن الله. انا من بتمنى له كل خير طبعا، ولا ربنا يعلم يعني. حمدي اخويا الصغير يعني.
اعلام على رقم من جديد. واضح يعني حمدي رامي صبري حللك واتكلم عليك احسن من اي محلل اداء، حافظك وعارفك صم اكتر من اي مدرب كمان. اخويا احنا كنا قاعدين يعني طول الوقت مع بعض يعني، فهو شخصية محترمة جدا، وانا بشكره طبعا واقول له ان انت وحشتني والله، انت طبعا شفتكش من زمان. طيب تعال نروح للتليفون، مهم جدا مع واحد من